الطيبة لكم جميعا في هذا المساء الجميل وفي ملعب نادي الشعلة، حيث لقاء الفريقين. الشعلة يستضيف فريق العروبة ضمن الجولة التاسعة وضمن دوري يلو لأندية الدرجة الأولى انطلاقة هذا اللقاء. لقاء الفريقين الكبيرين على مستوى هذا الدوري، الفريق الشعلة وفريق العروبة. الشعلة يأتي في الترتيب التاسع ب 12 نقطة، بينما العروبة يأتي في الترتيب الخامس ب 14 نقطة، وانتصار العروبة ربما يذهب به إلى الصدارة وإلى المزاحمة. طبعا هناك لقاءات موجودة، وبعد طبعا ننتظر نهاية هذه الجولة حتى نحكم ومن يكون هو متصدر هذه الجولة تحديدا وهذه المسابقة بعد نهاية الجولة التاسعة. هنا الفريقين، العروبة بالأصفر يدخل بألوانه المعروفة، سلطان الغامدي، فيليب فريتاس، فواز فلاتة، أشرف الشمري، ماجد هزازي، عبد اللاي، عبد الرحمن الخيبري، عبد الرحمن العنزي، ريلان برونو، وموسى الشمري، ومشاري جديع مع المدرب التونسي عامر دربال. بينما فريق الشعلة اليوم عبد الرحمن دغريري يتواجد، هناك سالم علي، لويس باولو، ماجد الخيبري، سيلا داوودة، نايف الحويطان، بندر فالح، بكيتي، هناك عبد الله الدوسري، علي الشراحيلي، ومندر القحطاني. تشكيلة تعتبر يعني مغايرة لفريق الشعلة، وهناك بعض التغييرات لهذا الفريق. هنا سيلا داوودة يلعب الكرة، هذا هو اللاعب الإفواري. هذا الفريق هنا سيلا داوودة كرة تعود للدفاع، كرة تلعب طويلة لبيكيتي، أخطر اللاعبين في فريق الشعلة واللاعب المثير دائما ويجلب الفرح للأنصار الفريق الشعلاوي. هنا داء عامر دربال المدرب التونسي، والعروبة في هذا الموسم عموما يعني تعتبر بداية جيدة للفريق. فريق العروبة يأتي في الترتيب الخامس، انتصر في أربع لقاءات وتعادل في لقاءين وخسر لقاءين. هنا الرأسية، أوه خطرة خطرة كانت من اللاعب لويس باولو، اللاعب البرازيلي المدافع الذي تقدم لهذه الكرة، خطيرة كانت للفريق الشعلة. هذا هو الحارس سلطان الغامدي. إذن العروبة خسر لقاءين وسجل 11 هدف وعليه من الأهداف 9 أهداف، لديه من النقاط 14 نقطة. الشعلة في المقابل صاحب الترتيب التاسع، يأتي حصل على 3 انتصارات وتعادل في 3 وخسر لقاءين كذلك، لديه من الأهداف 12 هدف واستقبل 7 أهداف ولديه 12 نقطة. انتصار الشعلة في هذا المساء سوف يذهب به إلى الترتيب الرابع والمزاحمة للفرق المقدمة وربما حتى الترتيب الثالث. ولذلك يعني لقاءات الفريقين دائما تتسم بالندية والإثارة. هنا الكرة إلى خارج أرضية الملعب من المدافع فريتاس، المدافع البرازيلي صاحب 26 سنة، مدافع فريق العروبة القادم من سكاكا الجوف. والفريقان عموما شاهدناهم في دوري المحترفين قبل مواسم في 2014 وما بعد ذلك، يعني بعد الهبوط الأخير للفريق الشعلاوي وفريق العروبة. هنا سالم علي، سالم يعود مرة أخرى الكابيتانو والبحث عن العرضية وخطرة والسقوط، والحكم الحكم لا يعلن عن شيء. الحكم الذي يقود هذا اللقاء محمد العمري كان قريب من اللقطة، كان قريب الحكم محمد العمري من اللقطة والعرضية التي كانت رائعة من القائد سالم علي، وسقوط يبدو بندر فالح في الكرة الماضية. نشاهد إعادة الكرة
كرة كانت خطرة لفريق الشعلة أو هذا القحطاني اللاعب رقم ثمانية بندر كان في الدخول، وطبعا هناك اعتراض من اللاعب فواز فلاتة في الكرة الماضية. وسط مطالبات بركلة جزاء لصالح الفريق الشعلاوي، لقطة مثيرة سوف يكون عليها الجدل بكل تأكيد والأحاديث عن هذه الكرة التي تأتي في بداية اللقاء. سالم علي بهذه العرضية الرائعة والهائلة بينما بندر القحطاني، والسقوط في السقوط في يعني في خط الثمانية عشرة لعموما الكرة تذهب إلى البعيد وركلة زاوية لصالح الفريق الشعلاوي. ركلة زاوية للفريق الشعلاوي، بندر فالح على التنفيذ، أحد أهم اللاعبين في خارطة فريق الشعلة. إلى بندر القحطاني، إلى بندر فالح، بندر إلى بندر، بندر يحاول البحث العرضية والدخول، لكن الدفاع، الدفاع ريلان في الواجب الدفاعي يخلص الكرة، ريلان برونو اللاعب البرازيلي. أربعة يعود بالكرة، هذا هو المدافع، مدافع فريق الشعلة نايف الحويطان، لاعب الوسط ولاعب المحور. الدوسري لويس باولو، تعود إلى اللاعب رقم ستة عبد الله الدوسري، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. يتصدر هذه المسابقة فريق العدالة ب 17 نقطة بعد ثمان جولات. الخليج لديه 16 نقطة كذلك في الترتيب الثاني. كرة تلعب خاطئة إلى الدخول لبندر فالح، بندر، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، أخطأ فيها بندر. والكرة التي غالطت بندر فالح في اللحظات الأخيرة، اصطدام الكرة وكما نشاهد حاول بالقدم الغير محببة لبندر فالح، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. مباراة ستكون يعني في الاعتقاد والتوقعات دائما لهذه المباريات، مباريات الشعلة والعروبة دائما ما تأتي غامرة بالأهداف. الكرة تعود إلى 21، يمرر عبد اللهي في وسط الملعب، هنا الدوران ممتاز من عبد الرحمن، هناك ينقل الكرة إلى ريلان، ريلان يحاول التمرير، يبحث عن موسى، يبحث عن مشاري جديع، عن اللاعبين المميزين في خط المقدمة ولاعب الخبرة. هنا الكرة المنقولة من الدفاع خاطئة بكيتي، والدخول خطرة، والهدف الأول، أوه ضاعت، نعم، أوه تسديدة، لكن الدفاع أخطأ بكيتي في التمريرة. بكيتي كانت قريبة من هذا اللاعب، بكيتي سيلفا كان يعني لو مرر الكرة بشكل صحيح لكانت الهدف الأول للفريق الشعلاوي. غلطة كانت من الدفاع والسقوط في الكرة الماضية. إذن هجمة خطرة للفريق الشعلاوي، والأفضلية يعني حتى منذ انطلاقة هذا اللقاء فريق الشعلة يفرض السيطرة على المباراة. كانت هناك اشتباه في ركلة جزاء للبندر القحطاني، مهاجم أو لاعب الوسط للفريق الشعلة، هناك أيضا يعني تسديدة وتمريرة، يعني الدخول في الكرة الماضية الخطرة لبكيتي وضياع فرصة كانت يعني مواتية للفريق الشعلاوي. كرة من عبد اللهي خاطئة إلى بندر القحطاني، بندر يمر لكن الدفاع، كرة مقطوعة بشكل ممتاز تعود إلى الحارس سلطان الغامدي. سلطان الغامدي كانت معادة من ماجد هزازي الباك الأيمن، يعني هناك لاعب خبرة يعني في فريق العروبة. هنا الكرة الملعوبة والخطرة لموسى، لكن لويس باولو، لويس يخلص الكرة إلى خارج أرضية الملعب. العدالة ذكرت متصدر هذه المسابقة، ولديه لقاء في الغد في ختام هذه الجولة، الجولة التاسعة، أمام فريق نجران. نجران في هذا الموسم يعني مستويات لم تكن في الطموح لجماهير نجران ولجماهير المارد. هذا الموسم يعني صعب على مشجعي وجماهير المارد، مارد الجنوب.
وهذا الموسم عموما يعني هناك استثناء في حالة الهبوط، خمسة أندية خمسة فرق سوف تغادر في هذا الدوري. في الموسم القادم سيكون عدد الفرق هذا الدوري 18 فريق، بعد أن كنا على مدار مواسم ربما أربع مواسم في على 20 فريق عدد هذا الدوري، سوف يكون 18 فريق وهبوط خمسة فرق في هذا الموسم، ستكون يعني مدوية في النهاية وستغادر أندية بالتأكيد ستكون من الأندية الثابتة على مستوى هذا الدوري، وستكون هناك ربما أقول مفاجآت في قبل مع نهاية هذا الدوري ووسط الهبوط. طبعا حتى الصعود لدوري المحترفين أعتقد لن تكون هناك أسماء جديدة. هنا الكرة الملعوبة لباكيتي والدخول خطرة إلى خارج أرضية الملعب، أوه خطرة لباكيتي، هناك المطالبة بركلة زاوية، نعم ركلة زاوية لصالح فريق الشعلة. الخطورة دائما من هذا اللاعب، اللاعب يعني الماكر بكيتي، اللاعب من غينيا بيساو، لاعب يعني رائع ولاعب دولي، لاعب دولي الباكيتي في يلعب في منتخب غينيا بيساو، شاهدناه في التصفيات الأفريقية مؤخرا في المجموعة التي مع مجموعة المنتخب المغربي وكذلك السوداني ومنتخب غينيا بيساو والمنتخب الغيني كذلك في ذات المجموعة، سجل هدفين في التصفيات مؤخرا يعني هذا اللاعب بكيتي، ولاعب رائع. شاهدنا كيف قاد فريق الشعلة على أرضية هذا الملعب بالرباعية التي كانت في مرمى الدرعية في مرمى العنابي، كانت ليلة باكيتي سيلفا مع بندر فالح ومع أيضا بندر القحطاني، هذا الثلاثي الذي كان يعني هم المفتاح الفوز في تلك المباراة. رمية جانبية للسالم علي، يلعب الكرة لاعب المواليد إلى عبد الله، لكن رمية جانبية أيضا لفريق الشعلة. عبد الله أو عبد الله هذا اللاعب السنغالي تجربة جيدة على مستوى هذا الدوري مع فريق العين، قدم مستويات جيدة عبد الله في الحضور الأول، بعد ذلك انتقل لفريق الساحل في تجربة يعني عادية لعبد الله، لكن اليوم هو مع الفريق العروبة مع أصفر الشمال مع الفريق الذي لديه نجوم. بصراحة فريق العروبة يعني لديه نجوم في على مستوى اللاعبين سواء في خط الدفاع والوسط، من بينهم هذا اللاعب الخبير ماجد هزازي أحد صناع اللعب في فريق العروبة. هناك الكرة المنقولة، يغيب عبد المجيد الرويلي أيضا في هذا المساء أحد أفضل اللاعبي خط الوسط للفريق العروبة. هنا الكرة ولويس باولو، الويس الكرة كانت ملعوبة من موسى الشمري، لكن الدفاع هنا أيضا مقطوعة من فواز بشكل ممتاز إلى عبد الله، عبد الله مقطوعة من بندر فالح، ينقل الكرة لبكيتي، هناك الارتداد السريع خطر بكيتي، سقوط هذا اللاعب، سقوط هذا اللاعب، لم يكن هناك احتكاك فيما يبدو لبكيتي. تبعد الكرة في الطرف اليمين لمشاري، مشاري هل يبعد الكرة؟ اللاعب ما زال في يقوم بالسلامة بكيتي، هنا الكرة الملعوبة إلى الحارس عبد الرحمن دغريري، عبد الرحمن يلعب الكرة إلى لويس باولو، لويس باولو إلى سالم علي، سالم ينطلق الكابيتانو، دائما منطلق الهجمات لهذا اللاعب إلى بندر فالح، بندر ينقل الكرة إلى اللاعب علي شراحيلي، لكن الكرة المقطوعة والخطأ خطأ لصالح فريق الشعلة. الكرة كانت لعلي شراحيلي اللاعب رقم 99 يلعب في خط المقدمة مع فريق الشعلة، هذه كرة موسى والمطالبة بركلة جزاء ولمسة يد على لويس باولو، هل كانت اليد في المكان الصحيح أم أن الكرة لم تلمس اليد في اللقطة الماضية؟ محمد العمري حكم هذا اللقاء
يحتسب خطأ لفريق الشعلة، وبندر فالح ينبري لتنفيذ هذا الخطأ وسط نظرات سلطان الغامدي الحارس حارس مرمى فريق العروبة. جمهور الشعلة بدأ ينتفض ويشجع هنا بندر فالح، والعرضية موسى في الواجب الدفاعي، ما زالت الكرة لعلي شراحيلي، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، يبدو ركلة زاوية، يبدو أن الكرة خرجت قبل الأورمية جانبية. نشاهد يبدو ركلة زاوية، نعم بندر فالح على التنفيذ للفريق الشعلاوي. هنا الكرة الملعوبة والرأسية من عبد الله، لكن الكرة تعود للحارس، كانت من سيدة داودة الرأسية. ريلان برونو، دفاع سالم علي، قطع الكرة، هناك خطأ على سالم علي، هناك اشتراك، الحكم ينذر شفاهيا سالم علي، دخول على ريلان برونو بهذه الطريقة، حكم احتسب خطأ، كان الدخول على مشاري جديع، مشاري العنزي أحد هدافي هذه المسابقة، مشاري جديع كان هدافا لدوري الدرجة الثانية، وفي أحد المواسم كان هدافا لدوري الدرجة الأولى، وهداف مع الفرق التي يشارك بها مشاري جديع. عاد مشاري جديع لفريق العروبة بعد مواسم، هو الذي كان قد بدأ مع فريق القيصومة أولا، بعد ذلك عرفنا مشاري في مع فريق العروبة في الدوري المحترفين، بعد هبوط العروبة انتقل المشاري لبعض الأندية منها الباطن ومنها الطائي، وعاد لفريق العروبة. كرة إلى عبد اللهي، عبد صاحب تسديدات قوية، هذا اللاعب السنغالي، تعود في وسط الملعب لسيلة داودة إلى لويس باولو، لويس إلى سالم ينقل الكرة، يبحث عن علي شراحيلي، لكن الدفاع فواز فلاتة يخرج الكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية سالم إلى سيلة داودة، سيلة اللاعب الإفواري ينقل الكرة إلى خارج أرضية الملعب. سالم على التنفيذ، تاسع الدوري أمام خامس الدوري العروبة، خامس الدوري والشعلة تاسع الدوري، المباراة ستكون يعني كما شاهدنا في الدقائق الماضية، يعني هناك بعض الإثارة ما بين الفريقين، هناك تنافس ما بين الفريقين والاسمين، عامر دربال يدرك هذا الشيء ويدرك قوة فريق الشعلة مع ارتدادات بكيتي مع بندر فالح اللاعب الماهر، هذا هو المدرب الآخر نيكولاس، المدرب اليوناني صاحب 58 سنة، مدرب ثاني موسم مع فريق الشعلة، ثبات على مستوى التدريب للفريق الشعلاوي مع المدرب الأوروبي، دائما تجربة فريق الشعلة مع المدربين من أوروبا خاصة في الأربع مواسم الماضية، وثبات على المدرب الأوروبي مع الفريق الشعلاوي. ريلان ينقل الكرة إلى موسى الشمري، موسى ينتظر في الطرف اليسار تقدم، هنا البحث عن العرضية كانت من أشرف الشمري الباك الأيسر للفريق العروبة، وأحد أبناء الفريق العروبة عبد اللهي إلى برونو، تعود كانت من عبد الرحمن الخيبري إلى عبد اللهي إلى أشرف يستقبل الكرة إلى عبد اللهي، تعود مرة أخرى عبد اللهي ينقل إلى عبد الرحمن الخيبري بكل مهارة ممتازة، إلى التمريرة إلى مشاري إلى موسى، منقولة إلى يعني عادت الكرة بشكل خاطئ إلى بكيتي الشعلة، والحديث دائما عن اللاعب رأس الحربة في الفريق الشعلاوي بكيتي، عندما استلم الكرة لم يكن هناك لاعب في المقدمة، ولعل يعني الفريق الشعلاوي في الفترة الشتوية يحتاج أكيد يعني رأس حربة
لإنعاش الخط الهجوم والتهديفي للفريق الشعلاوي. وإن كان الفريق الشعلة هنا لويس باولو الدخول يعني من الفرق التي لديها هجوم ضارب هنا بطاقة صفراء على عبد الرحمن الخيبري. نعم فريق الشعلة لديه هجوم رائع ب 12 هدف سجل يعني حتى أكثر من فريق العروبة، عروبة يعني سجل 11 هدف، الشعلة وفي الترتيب التاسع سجل 12 هدف. يعني أكيد يعني هناك الثلاثي الرائع في الخط المقدمة، تحدث عن بكيتي وبندر فالح وبندر القحطاني عندما يعني كان في ينزل بديلا في كل مرة، لكن اليوم يبدأ به نيكولاس اليوناني. أقوى خط الهجوم في المسابقة هو فريق الخليج، 16 هدف لفريق الخليج. هناك يأتي بعد فريق الخليج هناك الأخدود ب 14 هدف، ويا لروعة الأخدود فريق الأسود يعني 14 هدف. هذا الفريق الذي سجل ثلاث انتصارات متتالية فريق الأخدود في الجولة الخامسة والسادسة والسابعة، يعني انتصارات رائعة وسلسلة انتصارات لفريق الأخدود نقل به إلى الترتيب السابع ب 13 نقطة. واليوم يأتي كثاني خط أقوى خط هجوم هو فريق الأخدود هناك ب 13 هدف هجر وكذلك الجبلين. يأتي بعدهم فريق الشعلة ب 12 هدف. هنا الخطأ والتنفيذ بن سالم يلعب الكرة في الطرف اليسار منقولة نبحث عن العرضية والخطرة جدا لكن الراسية نعم مرة أخرى والتحضير والمحاولة لكن الحكم يعلن عن خطأ لصالح دفاعات فريق العروبة ولصالح عبد الرحمن الخيبري الذي تحصل على بطاقة صفراء قبل دقيقتين في قبل الخطأ الماضي للفريق الشعلاوي. هنا سلطان الغامدي على التنفيذ، هذا هو الخطأ كان على لويس باولو ولصالح عبد الرحمن الخيبري. ولقاءات الفريقين دائما تتسم بالندية والإثارة، الشعلة والعروبة وخاصة على أرضية هذا الملعب، خاصة على أرضية هذا الملعب دائما لقاءات الفريقين تكون عامرة بالأهداف. موسم 2016 كانت 4-2 لفريق العروبة على أرضية هذا الملعب، 4-2 كانت في نهاية في الجولة 38 في موسم 2016 آخر جولة كانت 4-2 لفريق العروبة على أرضية هذا الملعب، وهذه لا شك بأنها نتيجة قوية. آخر لقاء كان في الموسم في موسم 2019 في الموسم قبل الماضي، الشعلة انتصر على فريق العروبة في على أرضية هذا الملعب 3-2، هذا آخر لقاء كان قد جمع الفريقين. كان سجل عبد المجيد الرويلي في آخر اللقاء جمع الفريقين من بين الهدافين في تلك المباراة والغائب عن هذا اللقاء. إذن كرة خطأ لصالح فريق الشعلة. آخر لقاء للفريقين كان المدرب أحمد العجلاني التونسي في الموسم قبل الماضي للفريق الشعلاوي والعروبة كان مع بيرم مختاري. كرة للويس باولو يلعب الكرة الطويلة في الطرف اليسار لبندر القحطاني لكن كرة مقطوعة لبرونو، برونو إلى فريتاس، هناك في الطرف اليمين إلى عبدولاي، عبدو ينقل إلى عبد الرحمن الخيبري باللمسة الرائعة لعبد الرحمن العنزي، ينقل الكرة في إلى برونو، برونو منقولة بشكل ممتاز لكن الكرة مقطوعة من الحويطان نايف في الطرف اليسار، مقطوعة من عبدولاي، عبد الرحمن إلى عبد الرحمن لكن مقطوعة إلى بندر فالح، ينقل الكرة بشكل ممتاز ومخادع لكن الكرة كانت بعيدة على البكيتي.
هنا من أشرف إلى فواز إلى أشرف مرة أخرى، هنا ضغط كما نشاهد من لاعبي فريق الشعلة إلى عبد اللهي، إخراج الكرة بشكل ممتاز إلى فريتاس، المدافع فيليب فريتاس، الكرة إلى برونو، برونو إلى الأشرف، البحث عن العرضية والرأسية من موسى، لكن لويس باولو يخلص الكرة إلى سالم علي، سالم يلعب الكرة الطويلة إلى بيكيتي، لاعب قناص لاعب يعني يقتنص مثل هذه الكرات أمام المدافعين، فواز فلاتة كان ثابتا بشكل ممتاز ويعيد الكرة إلى الحارس إلى فيليب فريتاس، الآن إلى ماجد هزازي، ماجد يعود بالكرة إلى الدفاع إلى عبد اللهي، عبد اللهي ينطلق بالهجمة لفريق العروبة إلى عبد الرحمن الخيبري، عبد الرحمن يمرر إلى موسى، موسى منقولة من عبد الرحمن، لكن استقبال سالم علي، العروبة بدأ يتحسن بشكل كبير في أرضية الملعب وفي يعني على مستوى يعني وسط الميدان لفريق العروبة، لكن أكيد لديه مهاجمين خطرين موسى ومشاري ويستطيعون التسجيل من أنصاف الفرص، خلفهم لاعب ماهر برونو ريلان، أكيد لاعب لديه تسديدات قوية ومتقنة لريلان برونو، عبد اللهي عبدو في وسط الملعب يحاول التقدم والتمرير، اللاعب السنغالي لعبد الرحمن يمرر إلى ماجد، ماجد هزازي إلى ريلان إلى عبد الرحمن، منقولة بشكل ممتاز إلى عبد الرحمن الخيبري وموسى والرأسية إلى خارج أرضية الملعب، نقل الكرات كما شاهدنا لفريق العروبة بشكل رائع، هناك التمريرات رائعة لفريق العروبة في الكرة الماضية، ربما 12 تمريرة كانت قبل هذه الرأسية، هنا عبد الرحمن الخيبري في العرضية لموسى والذي حول الكرة إلى الزاوية القريبة، لكن عموما ذهبت، هذه أخطر فرص فريق العروبة في الشوط الأول حتى الآن. بندر فالح، بندر ذكرت العروبة تحسن كثيرا في أرضية الملعب، واضح واضح استلام الكرة الآن والتحكم في وسط الميدان لفريق العروبة، هناك توهان بعض الشيء للفريق الشعلاوي بعد البداية الجيدة في الشوط الأول وكان قريبا من التسجيل لفريق الشعلة لكن لم يسجل، هنا الفريق العروبة بدأ يأخذ الفرصة بشكل ممتاز، هنا تعود من أشرف، أشرف الشمري لكن مقطوعة من بيكيتي بالمهارة بالخبرة، هنا يحاول بكل هدوء يمرر الكرة لبندر فالح، بندر القحطاني يطلب الكرة إلى علي شراحيلي، استقبال لم يكن جيد إلى فريتاس، تمريرة رائعة في وسط الميدان إلى موسى، موسى لمشاري لكن كرة بعيدة، كرة بعيدة من موسى الشمري، سالم علي إلى عبد الله الدوسري، سيدة داودة اللاعب الإيفواري إلى بندر أو نايف الحويطان، نايف يعود بالكرة، منقولة من بندر القحطاني إلى بندر فالح، بندر يلحق بالكرة لكن الرمية الجانبية خرجت الكرة، رمية جانبية لصالح فريق العروبة، أشرف الشمري على التنفيذ، أشرف الظهير الأيسر لفريق العروبة، منقولة إلى سبعة موسى والرأسية لبرونو لكن تعود إلى لويس باولو، لويس خاطئة وريلان الهدف الأول والسقوط، نعم ربما طرد ربما إبعاد ربما لعب إبعاد لعبد الرحمن الدغريري مع وجود مدافع آخر للفريق الشعلاوي لكن الحكم أطلق البطاقة الحمراء، هناك الإعادة كانت من لويس باولو، إعادة الكرة بهذه الطريقة وأحرج الحارس وأحرج الدفاع كذلك، وبينما ريلان برونو أطلق يعني حاول المرور ومر من عبد الرحمن دغريري الذي أسقط المهاجم وبالتالي بطاقة حمراء وإبعاد للحارس، إذا غلطة كبيرة لعبد الرحمن دغريري، لكن ماذا يصنع؟ كانت يعني الكرة معادة بهذه الطريقة، وبصراحة بدون يعني غريبة من لويس باولو،
كيف يمرر هذه الكرة بهذه الطريقة. وهنا أيضا عبد الرحمن دغريري كان خارج الثمانية عشرة حتى لا يستطيع أن يمسك بالكرة، وبالتالي أسقط المهاجم بهذه الطريقة، والإبعاد كما نشاهد إبعاد عبد الرحمن دغريري. إبعاد عبد الرحمن دغريري حارس مرمى فريق الشعلة. وفي يعني وقت صعب على الفريق الشعلاوي، هناك اكيد تغيير، يعني هناك الفريق الشعلة لم يجري تغييرات، لديه خمس خيارات في التغييرات، وبالتالي سيخرج احد اللاعبين. سيخرج احد اللاعبين، هناك الحكم المدرب يقول نو بيلانتي، واكيد الكره خطا خارج الثمانية عشرة. الحكم كان يحتسب الحائط الصد فقط، واعتقدوا ان الحكم اتجه لنقطه الجزاء. عموما هنا الكره، كره لريلان برونو، هذا اللاعب المميز شاهدنا له هدف في مرمى فريق نجران بذات الطريقه، وكان هدفا رائعا لريلان برونو. هل يكرر هذه التجربه الرائعه في مرمى فريق الشعله، ام ان الحارس الاحتياط يتواجد الان؟ واكيد اشراك الحارس الاحتياط للفريق الشعله. هناك محمد الدوسري، محمد سلطان الدوسري حارس الاحتياط، لكن اخراج من محمد. عموما محمد الدوسري اعتقد سيتواجد، لكن التغيير من سيخرج؟ هذا هو اللاعب رقم 50 محمد سلطان الدوسري، الحارس الشعلاوي. لكن من اللاعب الذي سيخرج؟ هل هو بندر القحطاني؟ نشاهد فقط، اعتقد بندر القحطاني، هذا توقع فقط، لكن او علي شراحيلي، علي شراحيلي اعتقد، اعتقد علي شراحيلي، نعم علي شراحيلي، اللاعب رقم 99. هذا هو المهاجم، اخراج المهاجم علي شراحيلي، ودخول محمد سلطان الدوسري الحارس الاحتياط بعد طرد وابعاد عبد الرحمن دغريري الحارس في الخطا الماضي الذي ارتكبه في على ريلان برونو، مهاجم او لاعب الوسط او صانع الالعاب في الاصح لفريق العروبه. العروبه على مفترق طرق الان في هذا الخطا على قوس خط الثمانيه عشره. ريلان برونو يعرف هذا المكان جيدا، ريلان شاهدناه حتى مع الفريق الهجراوي قبل مواسم، كيف كان يسجل من كرات ثابته في دوري الدرجه الثانيه وفي دوري الدرجه الاولى، واليوم هو مع فريق العروبه. هل يكرر ما كان يصنعه من يعني من هواية ومن احترافية بشكل رائع لهذا الفريق، لهذا اللاعب عفوا ريلان برونو امام الدوسري محمد سلطان الحارس الاحتياط، ومع اول كرة ومع اول تجربة ومع اول اختبار الان يواجه ريلان برونو، والتسديد المباشر في المرمى، واعتقد ان الكرة قريبة لريلان. وقف كثيرا حسب الخطوات، حسب كم يعني المسافة عموما لهذه الكرة، واللاعب يقف ويناظر ويتابع المرمى والشباك ريلان برونو. نشاهد عموما الحارس وحائط الصد، والحكم المدرب نيكولاس اليوناني. أكيد هذه الكرة خطرة، فريق الشعلة كان قد بدأ هذا الشوط بضغط كبير على فريق العروبة، حاول كثيرا، كانت هناك كرتين خطرة للفريق الشعلاوي مع منتصف وبعد منتصف الشوط الأول. بدأ فريق العروبة بالضغط، هنا ريلان برونو على التنفيذ، ريلان وأشرف، ريلان يقف على الكرة، اللاعب رقم 10 البرازيلي، والتسديد، نعم محمد سلطان في الحارس وفي العارضة، عموما تبعد الكرة. نجاح
جاءت المرمى الشعلاوي من هذه الكرة، كرات ريلان، خطر جدا هذا اللاعب، خطر يعني حتى يندب الحظ على ضياع هذه الفرصة. تعتبر يعني كركلة جزاء لهذا اللاعب ريلان برونو. نشاهد كيف التسديدة كانت رائعة في العارضة، كرة كانت ذاهبة للشباك لا محالة من هذا اللاعب. نشاهد كيف التركيز من ريلان برونو والتسديدة بهذه الطريقة. عموما ذهبت الكرة ونجات مرمى فريق الشعلة كانت في الزاوية اليسرى لمحمد سلطان الدوسري. هنا العرضية والرأسية من فريتاس البرازيلي الآخر إلى خارج أرضية الملعب. إذن يعني أحداث مثيرة في الشوط الأول من لقاء الفريقين الشعلة والعروبة، كما هي دائما لقاءات الفريقين، وطرد الحارس عبد الرحمن دغريري حارس مرمى فريق الشعلة، والكرة التي اصطدمت في العارضة من ريلان برونو، وبالتالي يعني المباراة موعودة بالأحداث المثيرة في الدقائق القادمة. الشعلة يلعب منقوصا، هنا الكرة تعود في وسط الملعب إلى عبدولاي، عبدولاي يمرر إلى ماجد هزازي، إلى عبدولاي، عبد الرحمن الخيبري، فواز فلاتة، فريتاس، فيليب فريتاس إلى ماجد هزازي، عبد الرحمن يمرر الكرة، كانت من عبد الرحمن العنزي اللاعب رقم 70. هنا إلى أشرف إلى عبدو لاي، عبدو يعيد الكرة إلى فواز فلاتة. لويس باولو اللاعب البرازيلي كان هو سبب يعني طرد الحارس عبد الرحمن دغريري، يعني في الإعادة، إعادة الكرة بهذه الطريقة أحرج الحارس كثيرا، وبالتالي تم طرد الحارس في لقطة يعني، وقرار رائع حتى من الحكم محمد العمري، وقرار صحيح يعني واضح النقطة، كان المرور من ريلان المتجه للمرمى. هنا بيكيتي يحاول الدخول، هنا البطاقة الصفراء، نعم، على فواز فلاتة. إذن بطاقتي صفراء على فريق العروبة كذلك، ربما حتى مهددين بالإبعاد. هنا فواز فلاتة وعبد الرحمن الخيبري، هذا الثنائي اللي تحصل على بطاقة صفراء. هذا بيكيتي حاول يعني اقتناص الكرة، لكن فواز فلاتة بالدخول على هذا اللاعب الغيني، اللاعب الدولي بيكيتي سيلفا. إلى سالم علي، سالم يمرر، رأسية لويس باولو، محاولة مرة أخرى إلى بندر القحطاني مع اللاعب عبد الرحمن العنزي، صراع على الكرة، رمية جانبية للفريق الشعلاوي. 18 على التنفيذ، بيكيتي يترك الكرة إلى ماجد الخيبري، إلى بيكيتي، يحاول البحث عن العرضية والمرور والمهارة، مهارة هذا اللاعب، لاعب ماهر ممتاز. بيكيتي في المرور والعرضية والرأسية، والهدف الأول، نعم، سينا داود يسجل، اللاعب الإيفواري يسجل الهدف الأول، روعة 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 بيكيتي سيلفا اللاعب الغيني. نشاهد كيف تلاعب بالدفاع بطريقة ممتازة ورائعة من هذا اللاعب، ونقل الكرة على رأس هذا اللاعب سينا داود اللاعب الإيفواري، والهدف الأول للفريق الشعلاوي. نعم، كنا ننتظر هدف للفريق العروبة، لكن روعة 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 من سينا داودة هنا لاقتناصة هذه الكرة، وبكل روعة رأسية ممتازة للفريق الشعلاوي، ويتقدم بالنتيجة ويتقدم بالهدف الرائع. والصناعة الأروع من بيكيتي سيلفا، دائما وأبدا مفتاح الكرات والفرص والأهداف للفريق الشعلاوي، اللاعب المثير في أرضية الملعب، وأحد أفضل اللاعبين الأجانب في عموما في هذا الدوري، في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين. روعة 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 لفريق الشعلة،
يلعب منقوص فريق الشعلة ومع ذلك يتقدم بها النتيجة على فريق العروبة. ذكرت دائما وأبدا لقاءات الفريقين تأتي مثيرة للفريق الشعلة والعروبة. بندر فالح يحاول الدخول أمام عبد الله لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. روعة روعة للفريق الشعلاوي، يشعل المدرج الكبير المدرج الفخم في هذا الدوري، دوري اليلو لأندية الدرجة الأولى. مباراة رائعة حتى الآن من طرف خاصة الفريق الشعلاوي. بكيتي يحاول استقبال الكرة، نعم يذهب بالكرة في الطرف اليسار، رائع، نعم روعة لهذا اللاعب، ولاعب مميز ومثير بكيتي سيلفا، لاعب دولي ولاعب يعني لديه تكنيك رائع في أرضية الملعب، وصعب افتكاك الكرة من هذا اللاعب. وبالمناسبة هو من تسبب في البطاقتي الصفراء للدفاعات فريق العروبة. بكيتي مرور رائع رائع، بندر فالح ما بين لاعبين إلى بكيتي، بكيتي عبد الله يقطع الكرة، هنا خطأ على بكيتي سيلفا لصالح عبد الله اللاعب السنغالي. إذن واحد للا شيء، مستويات رائعة للفريق الشعلاوي في هذا الموسم، يعني على الرغم أن الفريق يعني لم يكن في مع الفرقة الصدارة يعني في الترتيب. هنا المحاولة، فريق يعني يأتي في الترتيب التاسع، انتصار الفريق اليوم يعني سوف يذهب به إلى البعيد وإلى المناطق الرائعة في المناطق التي تنافس في الترتيب الثالث والرابع. هنا ريلان مرة أخرى يحاول أمام سالم علي اللاعب الخبير، لاعب المواليد وقائد فريق الشعلة، ثلاث مواسم سالم علي مع الفريق الشعلاوي وكقائد، ويعتبر أقدم اللاعبين عموما في الفريق الشعلاوي بعد يعني غياب أو يعني انتقال اللاعبين الخبرة في الفريق الشعلاوي الذين أمضوا مواسم عديدة. راشد الدويسان كان آخرهم، هناك أيضا سعيد الحربي الحارس، هناك يعني أسماء أمضت مواسم عديدة مع الفريق الشعلاوي. هنا سالم علي ينطلق يعني لبندر إلى بكيتي، بكيتي بكيتي والهدف الثاني، بكيتي بكيتي بكيتي، الله ضاعت على بكيتي سيلفا، ضاعت على هذا اللاعب الماهر. عموما الدفاع ماجد حزازي كان خبيرا في اقتناصة هذه الكرة وإبعاد هذه الكرة. نشاهد بكيتي، نعم بكيتي، لكن عينك على ماجد الذي ذهب للزاوية وتغطية المرمى، نعم بكل خبرة هذا اللاعب. كان يشير للمساعد للحكم المساعد بأن اللاعب متسلل، لكن ماجد لحق بالكرة، نعم صرخت هذا المدافع، بالتالي الكرة أبعدت من خط المرمى. الحارس السلطان الغامدي لم يصنع كما صنع عبد الرحمن دغريري ويعني إعثار المهاجم بكيتي، بل إن الكرة عموما ذهبت ونجات مرمى فريق العروبة من هذه الكرة المرتدة الرائعة. كان أسيست رائع من بدر فالح العنزي ومن هذا الموسيقار والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب، روعة. يعني حتى أني يعني ذكرت بندر فالح وبندر القحطاني وبكيتي، هذا الثلاثي في خط المقدمة للفريق الشعلاوي يعني ثلاثي مثير. يعني هناك غيابات حتى يعني الشعلة لديه المهاجم ماجد المطيري غائب للإصابة، هناك عبد العزيز البلوي أيضا أحد أهم اللاعبين في خط المقدمة غائب، هناك عبد العزيز الضويحي أيضا أحد أمهر اللاعبين على مستوى هذا الدوري للإصابة غائب. لكن مع ذلك الفريق يعني خاصة بالعنصر المحلي الفريق الشعلاوي يقدم أسماء رائعة وأسماء شابة، منها بندر فالح وبندر القحطاني، وطبعا هناك نايف الحويطان في المحور في وسط دفاع فسط الشعلة، هناك أيضا عبد الله الدوسري في الدفاع، هناك ماجد الخيبري في الباك الأيسر. محاولة ممتازة للفريق العروبة كانت منقولة بشكل ممتاز من برونو ريلان، هناك في الطرف اليمين ماجد يلعب الكرة العرضية والرأسية سالم علي والإبعاد عموما
عموما إلى خارج أرضية الملعب. الشعلة أضاع هدف ثاني، أضاع هدف ثاني، كان بالإمكان أن يسجل هدف ثاني الفريق الشعلاوي مع النقص الحاصل للفريق، لكن الفريق على ملعبه يعني يقدم مستوى كبير، وهذا هو الحارس الاحتياط الذي يتواجد اليوم. ولا الكرة الملعوبة من الدوسري، يخلص الكرة محمد سلطان، لكن عموما عبد الرحمن دغريري قبل ثلاث جولات عادة لحراسة الفريق الشعلاوي، كان قبل ذلك محمد سلطان متواجد في الجولات الأولى في هذا الدوري، وكان الحارس بعد غياب عبد الرحمن دغريري يقدم مستوى كبير. الحارس محمد سلطان اليوم يتواجد في بعد يعني طرد الحارس عبد الرحمن دغريري، ويتواجد في يعني منتصف الشوط بعد المنتصف الشوط الأول. وتقدم الشعلة، خمس دقائق وقت بدأ ضائع في الشوط الأول، وطبيعي يعني هناك توقف اللاعب خاصة في الخطأ الذي والطرد الذي تحصل عليه عبد الرحمن دغريري حارس مرمى فريق الشعلة. توقف اللاعب كثيرا، ثلاث دقائق وأكثر، هناك أيضا توقف آخر من الكرة الملعوبة. عموما خمس دقائق احتسبها الحكم محمد العمري، منتظر غواص الحكم الرابع الذي رفع الساعة. هناك في الطرف اليمين لماجد هزازي، ماجد أنقذ مرمى فريق العروبة من كرة كانت على خط المرمى. هناك خطأ والبطاقة ربما، هناك المفاهمة مع عبد الرحمن العنزي، والدخول كان على بندر القحطاني، يبدو إنذار شفهي فقط، لا توجد بطاقة. الخطأ لصالح فريق الشعلة، رغم النقص الفريق الشعلاوي يشعل المباراة ويسجل ويضيع فرصة، والفريق يسير بشكل صحيح حتى الآن. هناك المحاولة كانت من سيدة داودا الذي يتقدم، صاحب الهدف سيدة داودا بالرأسية، كانت عرضية من اللاعب الأفريقي الآخر لاعب غينيا بيساو، اللاعب بكيتي. هناك في الطرف اليمين عموما لماجد هزازي، كرة تلعب، البحث عن العرضية والرأسية تتخلص. بندر فالح بالمناسبة سبق وأن لعب للعروبة، هنا الكرة الملعوبة لريلان برولو، هناك المحاولة. بندر كان هو طبعا من أبناء عرعر، وبدأ مع عرعر الانطلاقة الرائعة لبندر فالح، لكنه لعب في أحد المواسم مع فريق العروبة ثم عاد لعرعر ثم للرائد. عموما هو إعارة الآن من الفريق الرائد، من رائد التحدي لفريق الشعلة. هنا الكرة الملعوبة لمشاري جديع، مشاري يمرر الكرة المقطوعة من ماجد الخيبري، ممتازة كانت من عبد الله الدوسري ليس ماجد، من اللاعب سلطان، هنا إلى بندر فالح، بندر يتقدم بالمهارة، محاولة ممتازة من نايف الحويطان، يعود بالكرة إلى سيلا داودا، سيلا إلى الدفاع، لويس باولو، سالم علي، سالم أمام مشاري جديع، يعود بالكرة إلى الحارس محمد سلطان، محمد سلطان، عبد الرحمن الخيبري، رأسية فواز فلاتة، تأمين الكرة من لويس باولو، أخطأ خطأ كبير لويس باولو قبل إبعاد عبد الرحمن دغريري، هو الذي تسبب في إبعاد الحارس. رمية جانبية من سالم علي، لاعب المواليد اللاعب اليمني، واللاعب الذي كان قد بدأ مع فريق النصر سالم علي، انتقل بعد ذلك لفريق الشعلة ثلاث مواسم، ونال شارة القيادة للفريق الشعلاوي. أشرف يمرر إلى عبد الرحمن الخيبري، عبد الرحمن العنزي يعود بالكرة إلى فيليب فريتاس، ماجد هزازي، عبد الله
بكل قوة ممتازة إلى عبد الله يمرر، لكن لا يوجد ماجد هزازي، لا يوجد، ولم يتقدم في الكرة الماضية إلى رمية جانبية. العروبة كان يمني يعني قبل هذا اللقاء أن ينتصر بهذه المباراة. عموما هناك شوط آخر والوقت بدل ضايع، بقي فيه وقت، والعروبة باستطاعة هذا الفريق في الشوط الثاني أن يصلح الأوضاع. لديه 14 نقطة، بإمكانه يصل للنقطة 17 ويزاحم فرق الصدارة. هنا الكرة إلى محمد سلطان بكل ثبات، محمد سلطان الدوسري. نشاهد يعني هدوء هذا الحارس واقتناص هذه الكرة بكل هدوء وبكل ذكاء أيضا من هذا الحارس. كرة تلعب طويلة من الحارس الفريق الشعلاوي فيليب فريتاس، يلعب الكرة الرأسية. هنا نغمة نهاية الشوط الأول من الحكم محمد العمري، و يعني بتقدم فريق الشعلة بهدف سيلا داوودا برأسية كانت رائعة. وإذا لا تذهبوا بعيدا، دقائق معدودة وانتظرونا مع مطلع الشوط الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عودة مجددا مع مجريات الشوط الثاني من لقاء الشعلة والعروبة. تركناكم في الشوط الأول ومع نهايته بتقدم فريق الشعلة بهدف سيلا داوودا، الهدف المميز والرأسية التي كانت رائعة. شوط أول كان قد طرد فيه حارس مرمى فريق الشعلة في الدقيقة 27، ويعني شوط أول كان مثير ما بين الفريقين. هنا على ملعب نادي الشعلة في الخرج، كرة إلى ماجد هزازي، ماجد إلى مشاري جديع، إلى ماجد، ماجد إلى عبد اللهي، عبد اللهي ينقل الكرة لمشاري والمحاولة، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة زاوية لصالح فريق العروبة، الفريق الذي يعني يعتبر كامل الصفوف في أرضية هذا الملعب. إشارة للطرد الحارس الفريق الشعلة في الشوط الأول ونقص الفريق الشعلاوي. هنا ريلان على التنفيذ والعرضية والرأسية تبعد بشكل ممتاز من لويس باولو. لويس باولو المدافع إلى ماجد هزازي، ماجد كان قد أخرج كرة في خط المرمى وأنقذ مرمى فريق العروبة من هدف ثاني للفريق الشعلاوي قبل نهاية الشوط الأول في الوقت بدل ضائع. كرة باكيتي سيلفا هنا إلى عبد الرحمن، عبد الرحمن ينقل الكرة، عبد الرحمن العنزي هنا إلى ماجد، ماجد هزازي، ماجد يبحث عن مثل هذه الكرات للتسديد أو التمرير. هنا إلى بندر فالح، بندر يقتنص الكرة ويتقدم بشكل ممتاز. بندر فالح يلعب الكرة إلى بندر القحطاني، بندر القحطاني تمريرة مقطوعة من ماجد هزازي إلى المشاري، إلى عبد الرحمن، إلى ريلان، مقطوعة من سيلا داوودا إلى نايف الحويطان، نايف إعادة الكرة من ماجد الخيبري للويس باولو، لويس باولو اللاعب البرازيلي ينقل الكرة طويلة إلى باكيتي سيلفا، باكيتي لكن خطأ للدفاع، خطأ لماجد هزازي، اقتنص هذا الخطأ بكل خبرة ماجد هزازي، يعني هو أجبر الباكيتي لارتكاب هذا الخطأ. ومهارة عموما من هذا المدافع. إلى عبد اللهي، عبد اللهي ينقل الكرة إلى أشرف الشمري، أشرف كرة في الطرف اليسار من موسى، موسى يحاول التقدم، يعود بالكرة، الكرة العرضية من موسى الشمري، موسى إلى مشاري جديع. هناك يبدو تغيير، كانت تغيير في مع فريق العروبة مع مطلع الشوط الثاني. هنا الكرة المنقولة خطرة، نعم، والسقوط، لكن وسط مطالبة، لكن
لويس باولو تحصل على الكرة بكل يعني مهارة من هذا المدافع إلى فيليب فريتاس، تعود الكرة إلى سلطان الغامدي، يمرر إلى فواز فلاتة. أعتقد هناك يعني تواجد أحد اللاعبين مع الفريق العروبة. هناك مشعل فيما يبدو في أرضية الملعب. هنا التمريرة ممتازة كانت من مشاري جديع. مشاري إلى عبد الرحمن العنزي. عبد الرحمن لاعب الوسط ينقل الكرة إلى الطرف اليسار، البحث عن العرضية، من يقابل؟ كرة بعيدة للدفاع إلى ماجد هزازي. ماجد سيلعب الكرة العرضية، تتخلص من الدفاع من عبد الله الدوسري. عامر دربال، هذا كرة الريلان وسقوط موسى في هذه اللقطة أمام عبد الله الدوسري الذي أبعد هذه الكرة. هنا فيليب فريتاس برازيلي، تعود من عبد الرحمن العنزي إلى فيليب فريتاس. عبد اللهي تمريرة كانت من 27 فيما يبدو. هنا المحاولة كانت في الطرف اليسار. هذا هو سعيد الدوسري، يتواجد اللاعب رقم 27 مع فريق العروبة. الكرة تلعب لكن بديلا لمن؟ هناك ربما عبد الرحمن الخيبري نشاهد في وسط الملعب. هنا تعود الكرة إلى عبد الرحمن العنزي، كانت من فيليب فريتاس إلى ماجد هزازي. أنا لا أشاهد عبد الرحمن الخيبري في أرضية الملعب، ربما البديل هو سعيد الدوسري اللاعب رقم 27 بديلا لعبد الرحمن الخيبري. هنا الكرة الملعوبة في الطرف اليمين، لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب. فريق الشعلة كما هو الحال في الشوط الأول، فريق تقدم بالنتيجة. هذا هو ماجد هزازي لاعب الخبير، ورمية جانبية من ماجد الخيبري المدافع الأيسر لفريق الشعلة. شعلة الخرج تتقدم على رغم النقص العددي في الفريق، يلعب بعشر لاعبين ويتقدم بمستوى كبير الفريق الشعلاوي في الشوط الأول، وما زال الفريق متماسك. بندر فالح يحاول بدء هجمة للفريق الشعلاوي، لكن الخطأ لصالح عبد اللهي على بندر فالح. هنا تلعب الكرة في الطرف اليسار، استقبال من أشرف، هل يسدد أم يمرر العرضية والرأسية؟ لكن إلى الحارس محمد سلطان الدوسري، حارس مرمى فريق الشعلة الذي نزل بديلا في الدقيقة 27 في الدقيقة يعني في النصف ساعة بعد نهاية النصف ساعة الأولى في الشوط الأول، بديلا لعبد الرحمن الدغريري اللاعب أو يعني ليس بديلا لعبد الرحمن، عبد الرحمن أبعد من المباراة، بديلا لعلي شراحيلي اللاعب الذي خرج بعد ذلك اللاعب المهاجم. هناك لأشرف الشمري، يمرر أشرف إلى 70، هذا عبد الرحمن العنزي منطلق الهجمات مع عبد اللهي في خط الوسط للفريق العروبة، لكن كرة مقطوعة لعبد الرحمن تعود، عبد الرحمن لعبد اللهي، عبد اللهي يمرر إلى ماجد هزازي. ماجد حتى الآن في المستوى الهجومي لم يتواجد ولم يهاجم حتى الآن. عبد اللهي والتمريرة لكن بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، بعيدة على موسى الشمري القائد، قائد الفريق العروبة. العروبة اليوم يعني لديه غيابات، ويعني يكفي غياب عبد المجيد الرويلي في التشكيلة. عبد المجيد غائب في هذا اللقاء، وأيضا حتى لا يتواجد في خط الاحتياط، أيضا هناك غياب للاعب هيلدون أوغوستو اللاعب من الرأس الأخضر، اللاعب الوسط. هنا الكرة الملعوبة إلى خارج أرضية الملعب. هيلدون أوغوستو يغيب عن هذا اللقاء،
وأيضا ولا يتواجد حتى في الاحتياط مع عبد المجيد الرويلي كذلك، ولاعبين مهمين في خط الوسط للفريق العروبة. ويعني غيابات حتى الشعلة، هناك غياب عبد العزيز البلوي وماجد المطيري وعبد العزيز الضويحي. عبد العزيز يعني طال غياب عبد العزيز الضويحي اللاعب المعارض لنادي الاتحاد واللاعب النجماوي المعروف في عبد العزيز الضويحي. هناك ايضا البلوي عبد العزيز للإصابة، وايضا ماجد المطيري. هنا الكرة الملعوبة، الكرة تعود إلى سالم علي، سالم يمرر في الطرف اليمين، ممتازة من بندر، المحاولة من بندر فالح، بندر يعود للويس باولو، ويز باولو ينقل الكرة الطويلة لبيكيتي الذي يتواجد وحيدا في خط المقدمة. ويكفي بيكيتي عموما، هذا اللاعب مشاكس ولاعب لديه يعني لياقة عالية ما شاء الله، وأيضا يعني لاعب لديه مهارة ويستطيع يعني التقدم بالكرة وحيدا. هنا الكرة الملعوبة لصالح ماجد هزازي الذي يتقدم، هنا العرضية رائعة رائعة، لكن محمد سلطان يتواجد، محمد سلطان الدوسري في المرمى بشكل بثبات. عموما ماجد هزازي بدأ في الطلعات الهجومية في الشوط الثاني، أحد أهم الحلول في الفريق العروبة مثل هذه الكرات، يبحث عنها موسى الشمري ويبحث عنها كذلك مشاري جديع، لاعبين ومهاجمين من طراز يعني كبير، اتحدث عن مهاجمي فريق العروبة. واي غفلة من دفاعات فريق الشعلة لهذين اللاعبين، وايضا مع برونو الثلاثي هذا الرائع في خط مقدمة، هذا هو برونو خط مقدمة فريق العروبة، ثلاثي ممتاز يعني لو كان هيلدون متواجد وعبد المجيد كذلك الرويلي لكانت قوة ضاربة للفريق العروبة ولأصفر الشمال في هذا اللقاء، وفي حتى يعني كل استحقاقات ومباريات هذا الدوري المثير، دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. العروبة ما زال في المقدمة يعني مع الأندية التي تنافس في الترتيب الخامس، فوز العروبة اليوم سوف يذهب به للمنافسة في على مستوى هذا الدوري في الترتيب الثاني والثالث، كذلك حتى الشعلة لو انتصر اليوم، وانتصار الشعلة سيكون رائع جدا وسوف يذهب به لترتيب أيضا ممتاز على مستوى هذا الدوري، سوف يقترب إما أن يكون رابعا أو ثالثا. طبعا بقية المباريات يعني هناك لقاء مهم في هذا المساء، لقاء الخليج والوحدة، الوحدة والخليج، ويعني يعتبر لقاء الصدارة أيضا هذا اللقاء، الوحدة والخليج اللقاء الذي يقام في مكة، وبالتالي يعني لقاء يعتبر لقاء الصدارة. هنا الكرة الملعوبة، كذلك حتى هذا اللقاء يعتبر لقاء صدارة، لو العروبة ينتصر في هذا اللقاء سوف يحصل على النقطة 17 وسوف يكون في خط المقدمة لهذا الدوري. هنا الكرة لصالح الفريق الشعلة، ضربة مرمى، هنا اللاعب ماجد الخيبري مع مشاري جديع يطالب بركلة زاوية، لكن الكرة عموما تذهب بخطأ لصالح فريق الشعلة. كرة تلعب مرة أخرى لماجد هزازي، تعود مرة أخرى للفريق العروبة لسعيد الدوسري، سعيد بديل عبد الرحمن الخيبري، هنا عبدو لاي، عبدو يبحث حتى عن ثغرة يريد أن يسدد، ولديه تسديدات قوية عبدو لاي. كرة تلعب من موسى والتحضير إلى عبد الرحمن العنزي، إلى ماجد، ماجد يحاول العرضية، كرة البحث عن العرضية الآن من فريتاس اللاعب المتقدم،
لاعب فريتاس، فيليب فريتاس اللاعب البرازيلي يحاول التقدم بهذه الكرة، لكن الكرة ذهبت إلى ضربة مرمى لصالح الفريق الشعلاوي. الشعلة قادم من خسارة أمام الجبلين في الجولة الماضية بهدفين لهدف كانت في حائل، وقادم من خسارة تعتبر يعني قوية على فريق الشعلة بعد الرباعية التي كانت في مرمى الدرعية على أرضية هذا الملعب، وقبل ذلك خسارة الديربي أمام الكوكب في الجولة السادسة تحديدا، بعد ذلك يعني انتصار أمام الدرعية، وبعد ذلك أيضا خسارة أمام الجبلين في اللقاء الماضي. اليوم ربما يعني يعود للانتصارات فريق الشعلة حتى الآن يعني متقدم، لكن لا نعلم عن يعني لا نعلم حتى بعد إطلاق صافرة النهاية في هذا اللقاء. كرة تلعب لعبد الرحمن العنزي، عبد الرحمن في ماجد هزازي، ماجد يحاول في هذه الكرة والعرضية إلى سعيد الدوسري، لكن سالم علي والكرة إلى خارج أرضية الملعب. العروبة قادم من انتصار على فريق الخليج على ملعبه هناك في سيهات وخارج الأرض، انتصار رائع كان لفريق العروبة في الجولة الماضية الجولة الثامنة. شارج ديع كان من سجل الثنائية في مرمى فريق الخليج، وعبد الرحمن الخيبري هو من سجل الهدف هدف عكسي في مرمى فريقه لصالح فريق الخليج في اللقاء الماضي. 2-1 كان انتصار رائع لفريق العروبة خارج الأرض، واليوم العروبة خارج الأرض يخسر حتى الآن ويتأخر بالنتيجة على الأصح من الكرة المحاولة لسيدي داودة والخطأ. قبل ذلك كانت الخسارة أمام أحد على ملعبه 1-3 فريق العروبة، وقبلها يعني انتصار كان رائع خارج الأرض في نجران أمام نجران بهدف عبد الرحمن الخيبري الرأسية الرائعة وبهدف ريلان برونو التسديدة التي كانت من خارج خط 18 والهدف الرائع. هذا هو الفريق العروبة في هذا الموسم، العروبة في الموسم الماضي كان في دوري الدرجة الثانية فريق العروبة، وعاد في هذا الموسم لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ويريد فريق العروبة يعني الصعود لدوري المحترفين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولأكبر الدوريات على في القارة الآسيوية وحتى أقوى دوري عربي، ويريد يعني الفرق عموما الفرق دوري يلو تريد الصعود لهذا الدوري الذي يحمل اسم غالي وبالتالي يعني اسم كبير على مستوى الدوريات الآسيوية كذلك، ودوري رائع ومتابع من الجميع وعلى أعلى مستوى. هنا الكرة تعود للمدافع فواز فلاتة، ولذلك حتى هذه الفرق العشرين في دوري يلو تخشى الهبوط في هذا الموسم، خمس فرق سوف تكون يعني صعبة في هذا الموسم الخماسي الذي يتأخر الآن يعني من الترتيب 16 للترتيب 20 المتواجدين الآن الساحل والجيل والخلود ونجران والعين، وأسماء فرق يعني تعتبر قوية وكأسماء وكتاريخ، وبالتالي يعني العين الفريق الذي قدم للتو من دوري المحترفين هو الذي يتواجد في الترتيب العشرين الترتيب الأخير، قبله نجران أحد الأعتى الفرق وكتاريخ وكمشاركة في دوري المحترفين، قبله الخلود في موسم أول في دوري يلو،
وفي دوري الدرجة الأولى، قبله الجيل يعني الأصفر الأحساء، وأحد الفرق العتية وفي هذا الدوري، والفرق التي تعتبر يعني دائما فريق الجيل يأتي بالتعادلات على مستوى، عرفنا هذا الفريق أكثر فريق دائما يتعادل في هذا الدوري، وحتى الآن عموما هو تعادل في 6 لقاءات كأكثر الفرق تعادلا حتى في هذا الموسم على مستوى 9 جولات، تعادل في 6 وانتصر في لقاء وخسر لقاءين. قبله في الترتيب 16 الساحل، موسمين في هذا الدوري، هذا بندر فالح والتحكم بهذه الكرة، ولقطة كانت رائعة لو نشاهد إعادة الهدف، هدف سيلا داودا في الشوط الأول والرأسية الرائعة، وبيكيتي كيف تلاعب في الطرف اليسار بدفاعات فريق العروبة وبماجد هزازي تحديدا، والعرضية التي كانت رائعة على رأسية سيلا داودا والهدف الوحيد في اللقاء. قبل ذلك شاهدنا طرد عبد الرحمن دغريري حارس مرمى فريق الشعلة، يعني لقطات كانت مثيرة في المباراة، انفرادة بكيتي والتلاعب بالحارس فيصل سلطان الغامدي، وبعد ذلك سدد في المرمى وماجد هزازي هو من أنقذ الهدف على خط المرمى تحديدا، وهدف ثاني لم يسجل لفريق الشعلة. الشوط الثاني فريق العروبة لديه محاولات كثيرة، لكن لم يقترب من مرمى محمد سلطان الدوسري الحارس الشعلاوي الذي كما رأيناه ثابتا في المرمى. خالد الجبيع بديلا للبندر القحطاني، هذا خالد الجبيع، خالد يعني لاعب يعتبر لاعب ممتاز في خط المقدمة ولاعب ماهر لديه مهارة كبيرة، خالد الجبيع يأتي في الشوط الثاني وبأحد الأرقام الرائعة للفريق الشعلاوي، وسيحدث الفارق بالتأكيد. خالد لديه مهارة ولاعب مميز، نشاهد كيف اختنص هذه الكرة ويبحث على الكرة أمام بيكيتي، خالد في الطرف اليسار لديه سرعة لديه مهارة، تفاهم كبير مع خالد مع بيكيتي سيلفا، هنا المحاولة بيكيتي يلعب الكرة اللاعب الغيني، ما زالت الكرة مع بيكيتي، محاولة خالد الجبيع مقطوعة من عبد الرحمن العنزي، ماجد هزازي في المهارة، تلعب الكرة لعبد الله، عبد الله يتقدم، فريق العروبة يريد التعادل متأخر حتى الآن، أو على الأصح أن الشعلة يتقدم بهدف، فريق صاحب التاريخ العريق الفريق الشعلاوي ومع رئيس النادي الأستاذ فهد الطفيل منذ 2010، وفهد الطفيل وهو يرأس هذا النادي منذ 2010 يعني قرابة 11 موسم كأقدم الرؤساء الأندية في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. فهد الطفيل كرة للحارس محمد سلطان، ينقل الكرة الطويلة كما نشاهد، لا يوجد أحد هنا، فيليب بريتاس إلى ماجد، ماجد يعود بالكرة إلى سلطان الغامدي، الشوط الثاني مرتاح سلطان حتى الآن، والفريق الشعلاوي يبدو هادئا، وأكيد الفريق الشعلة الآن يريد اقتناص هدف في كرة مرتدة سريعة، وهو قادر على اقتناص الهدف الثاني من كرة مرتدة مقطوعة لبندر فالح، بندر ربما يمرر لبيكيتي أو خالد الجبيع، ومثل هذه الكرات تتكرر مع الفريق الشعلاوي، هنا بندر يحاول لكن أمام عبدولاي، عبدولاي وتمريرة رائعة لبرونو، برونو يتقدم والاستسديده إلى خارج أرضية الملعب، صعبة بندر فالح أمام عبد الله في يعني الالتحام كما شاهدنا في الكرة الماضية، وتفوق للاعب السنغالي، اللاعب الذي يعني لعب الكرة لريلان برونو، الكرة ذهبت إلى البعيد، منقولة من عبد الله الدوسري إلى بيكيتي، ممتازة إلى إجبيع، نشاهد بيكيتي كيف اختنص هذه الكرة، خالد الإجبيع، خالد يحاول الدخول
يحاول يمرر. نعم لسالم علي، سالم يبحث عن العرضية وكسب رمية جانبية للفريق الشعلاوي. هذا سلطان الغامدي. الشوط الثاني مرتاح بعكس الشوط الأول، كانت الهجمات أكثر للفريق الشعلاوي، وسبحان الله الهجمات يعني كانت لفريق الشعلة بعد الطرد، وبعد الطرد سجل الفريق الشعلاوي، وبعد الطرد هدد مرمى فريق العروبة أكثر. والعروبة حتى الآن يعني يسير بشكل هادئ جدا، حتى في المباراة لم نشاهد يعني أكثر نجاعة وأكثر قوة على مستوى الالتحامات للفريق العروبة. والتقدم من بيكيتي، بيكيتي يحضر والتسديد، بندر ضاعت من بندر فالح، وضع القدم بكل قوة بندر فالح، كان بالإمكان أن يلعب الكرة بكل هدوء، لكن عموما بيكيتي كيف تلاعب، بيكيتي نشاهد كيف تلاعب بيد دفاع من السقوط، المطالبة بخطأ وبيكيتي سيلفا، هنا بندر سدد وبشكل خاطئ، عموما اصطدم القدم بالقدم الاخرى وبالتالي ذهبت الكره بعيده، كان بالامكان ان يلعب الكره بكل هدوء في المرمى. مثل هذه الكرات لا تتكرر كثيرا يا بندر فالح. هنا محاوله عموما في الدائره لعبد اللهي الى عبد الرحمن العنزي، عبد الرحمن يمرر مقطوعه وخطا لصالح فريق العروبه لمشاري جديع على ماجد الخيبري. خطأ على ماجد الخيبري الظهير اليسار للفريق الشعلاوي. الشعلة بهذا الانتصار سوف يذهب للنقطة الخامسة عشرة، لكن لا نعلم هذه ولا نستبق الأحداث، ربما يعني فريق العروبة لديه كلام آخر. الوقت طويل، بقي وقت طويل على نهاية المباراة. هنا المحاولة والرأسية تبعد بشكل ممتاز، بيكيتي يبحث عن الكرة، ريلان يعود يعيد الكرة لسلطان أو سلطان الغامدي، نعم سلطان الحارس إلى أشرف الشمري، أشرف إلى سعيد في الطرف اليسار، محاولة الدخول، تمريرة خاطئة لعبد الله الدوسري، عبد الله أيضا تمريرة خاطئة، سيلا داودة، سيلا ينقل إلى بيكيتي، لكن ماجد هزازي، ماجد يلعب الكرة إلى ريلان برونو، هناك خطأ على ريلان لكن الحكم أعطى مبدأ إتاحة الفرصة، الكرة كانت للفريق الشعلاوي، وهنا خطأ لصالح بيكيتي أمام فيليب فريتاس، صراع ثنائي في الملعب وهذا أخطر اللاعبين. وبيكيتي هذا اللاعب بالمناسبة هو من سجل الهدف الذي لا ينساه أبناء الطائي عموما في مرمى فريق الجبلين وفي أرضية هذا الملعب في لقاء الشعلة والجبلين، الذي حرم فريق الجبلين من الصعود في اللحظات الأخيرة، اقتنص الهدف وانتصر فريق الشعلة في ذلك اللقاء. كانت الأمور التعادل كان لصالح الفريق الجبلين، لكن فقد السيطرة بهدف هذا اللاعب بيكيتي الذي عموما قدم لفريق الشعلة في الفترة الشتوية في الموسم الماضي واستمر في هذا الموسم واستمر في تقديم المستويات الرائعة، بل إنه يصنف من أفضل اللاعبين على مستوى هذا الدوري. أتحدث عن بيكيتي سيلفا اللاعب الغيني، لاعب رقم 18 في خط المقدمة لفريق الشعلة. هنا بطاقة صفراء يبدو على عبد الرحمن العنزي، هل هناك للاعتراض أم ماذا؟ بطاقة صفراء لعبد الرحمن العنزي، تعود الكرة، هنا عبد الرحمن يمرر لفريتاس، فيليب تمريرة إلى مشاري الذي يتراجع، يحاول تحريك اللاعب مشاري جديع، يبحث عن كرة، ما زالت الكرة لا تصل لمشاري ولا لموسى في خط المقدمة. بندر فالح هنا في الطرف اليمين يلعب الكرة إلى سالم، سالم علي، سالم يحاول المرور أو التمرير لكن
الكرة مقطوعة تعود لصالح فريق العروبة. عبد الله ينقل الكرة إلى ريلان برونو. ناصر داوود يغلق المساحة لكن ممتازة لمشاري إلى موسى. موسى يبحث عن ريلان في الطرف اليسار. ريلان برونو هذه خطرة 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 والكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرة خطرة يبحث عنها ريلان برونو لكن محمد الدوسري في المكان الصحيح. الحارس الواثق والحارس الرائع أبعد الكرة في اللحظات الأخيرة، أخذ خطوة ومن ثم لحق بالكرة في بأطراف الأصابع وأبعد هذه الكرة الخطرة عن يعني مرمى فريق الشعلة. ريلان برونو على التنفيذ، ريلان ينقل الكرة عبد الله، خطرة والدفاع يخلص الكرة هنا إلى الأشرف الشمري. منقولة إلى ريلان لكن الرأسية تعود لماجد، ماجد هزازي هنا المرتدة السريعة إلى باكيتي، باكيتي يتقدم، خطرة خطرة هذا اللاعب خطر جدا، خطر خطر والتسديد لكن الحارس سلطان الغامدي غريبة من باكيتي لا يلعب مثل هذه الكرات بهذه الطريقة، لكن عموما كانت محاولة من باكيتي يحاول يخادع الحارس ويسدد في المرمى. هنا خطأ لصالح فريق العروبة وهنا تغيير كما نشاهد. هذا هو اللاعب رقم 2 عبد الله هليل الرويلي بديل لعبد الرحمن العنزي. عامر دربال يعني المدرب التونسي، اي لاعب يتحصل على بطاقه صفراء يبعد اللاعب مباشره، ويعني هو ابعد عبد الرحمن الخيبري لديه بطاقه صفراء وابعد عبد الرحمن العنزي الذي تحصل على بطاقه صفراء قبل دقائق، ويعني لا اعلم لكن المدرب لديه نظره بكل تاكيد. عموما عبد الله هليل يتواجد الان، اين سيتواجد؟ هنا الكره من سعيد والعرضيه والدوسري يخلص الكره. اوه خطره كانت من سعيد الدوسري ومحمد سلطان الدوسري ابعد الكره في اللحظات الاخيره. نعم 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 حارس ممتاز الدوسري محمد سلطان ابعد الكره إلى خارج أرضية الملعب وركلة زاوية. ريلان برونو على التنفيذ متعهد الضربات الثابتة للفريق العروبة. هنا الكرة والرأسية، الكرة إذن الصافرة الصافرة اتكاء من المدافع وخطأ لصالح ماجد الخيبري. هنا فيليب فريتاس نشاهد كيف يعني كان متكئ على لويس باولو وخطأ واضح لدفاعات فريق الشعلة. الفريق المنتشي، الفريق الذي أنصاره في المدرج يشجعون منذ بداية هذا اللقاء. فريق الشعلة الشعلاوي اليوم يعني أكيد مبسوط وفرحان بهذه النتيجة على الرغم من النقص، وأكيد سعيد بهذا الفريق الرائع في أرضية الملعب والمستويات يعني التي تذكرهم بالفريق الشعلاوي في بداية الألفية والفريق الذي كان رائعا حتى موسم 2014 بعد ذلك الهبوط للفريق الشعلاوي. كرة كرة خطأ الحارس ربما أصيب في لقطة ماضية، لقطة التي أبعد بها الكرة واصطدم ربما بالعارضة ويشير لي القدم عموما، لكن نتمنى السلامة للجميع. كرة هذا في موسم 2014 كان الشعلة والعروبة
هما الفريقان اللذين هبطا من دوري المحترفين لدوري الدرجة الأولى في موسم 2014. منذ ذلك الحين والفريقان يتواجدان في دوري الدرجة الأولى للمحترفين، هبطا سويا. الكرة الملعوبة والرأسية وتبعد من لويس باولو، كانت قريبة جدا، كانت قريبة جدا. كرة لمحمد سلطان الدوسري، كرة للفريتاس وخطأ. إذن بعد موسم 2014 لم يصعدا لدوري المحترفين الفريقان، هبطا سويا الشعلة والعروبة، واليوم يتواجهان هنا على أرضية هذا الملعب وعلى مستوى هذا الدوري. بيكيتي يحاول الدخول والمرور، نعم يحاول بيكيتي سيلفا، يمرر بكل مهارة إلى خالد الجبيع، خالد الجبيع هناك للسيلة داودة، يحاول، هذا ليس السيلة، هذا سالم علي. كرة لنايف الحويطاني إلى بندر فالح، بندر إلى سالم علي، سالم يبحث عن العرضية إلى بندر فالح، بندر التمريرة المميزة لخالد الجبيع، تمريرة الرد لكن مقروعة من الدفاع. هنا انطلاقة لريلان برونو، هل تنتهي المباراة بهذا الهدف الوحيد في اللقاء، هدف سيلا داوود وبطاقة صفراء إذن على أحد لاعبي فريق الشعلة. يبدو سالم علي الذي أعثر ريلان برونو. هنا الكرة الملعوبة إلى خارج أرضية الملعب، ماجد هزازي، من هو اللاعب الذي تحصل على البطاقة؟ هل هو سالم علي؟ الباك الأيمن لفريق الشعلة، هنا ماجد هزازي يمرر إلى هليل، والكرة والكرة كانت من عبد الله هليل المدافع الأيمن لفريق العروبة. هنا سقوط لويس باولو، هذا عبد الله ليل وعرضية رائعة من عبد الله، كانت قريبة جدا لفريق العروبة. الكرة تلعب عرضية أيضا، الكرة لمحمد سلطان الدوسري حارس مرمى فريق الشعلة. الكرة تلعب، كرة لبندر فالح، بندر بالمهارة بشكل ممتاز، يحاول ما زال بندر، كرة مقطوعة من عبد الله، بندر يشاكس في هذه الكرة إلى خارج أرضية الملعب. إذن مباراة الوحدة والخليج تنتهي بالتعادل الإيجابي 1-1. هدف الوحدة أتى في الدقيقة 96، في الدقيقة 6 بوقت بدل ضائع بهدف سلطان السوادي. كان الخليج متقدم حتى قبل النهاية، والتعادل الإيجابي إذن بهدف. هذه النتيجة رائعة لجميع الفرق خاصة التي تنافس في هذا الدوري. هنا الحكم يحتسب خطأ، إذن الوحدة يصل للنقطة 15 والخليج يتصدر بالنقطة 17.
يتصدر بفارق الأهداف على فريق العدالة. هنا الحديث مع بندر فالح. خروج بندر فيما يبدو هناك تبديل، نشاهد للأسماء. هذا هو 47 يبدو، عبد المجيد عباس و70 أيضا يتواجد، عبد المجيد عباس وكذلك منصور المولد. منصور المولد وعبد المجيد عباس بدلاء الفريق الشعلاوي. نتيجة رائعة، نتيجة الوحدة والخليج والتعادل، رائعة للفريقين، لفريق الشعلة والعروبة يعني ولبقية الفرق. العروبة لو انتصر اليوم سوف يتصدر مباشرة، يكون مع فرق الصدارة عموما بفارق الأهداف مع الخليج والعدالة. لكن العروبة اليوم لم يكن في يومه بصراحة سعيد الدوسري، وحتى الآن عموما هناك محاولات، لكن ربما خط الوسط لفريق العروبة يعني الهجوم يعني لم نشاهد هجمات كثيرة يعني واقعية لفريق العروبة أو قريبة من التسجيل، فقط كرة واحدة أو كرتين. لكن لم نشاهد في الشوط الثاني يعني الضغط القوي للفريق فريق العروبة، ومحاولة يعني مع أمام فريق يعني لديه نقص في العدد. تحدث عن الفريق الشعلاوي يلعب بعشرة لاعبين، ومع ذلك يعني الفريق الشعلاوي في الشوط الثاني كذلك ضاع فرص عديدة لزيادة الغلة، ومع ذلك لم يتوفق في هذه الكرات. والمباراة حتى الآن 1-0 لصالح فريق الشعلة. فيليب فريتاس ينقل الكرة إلى أشرف الشمري، أشرف إلى عبد اللهي. شاهدنا مثل هذه الكرات كثيرا في وسط الميدان للفريق العروبة، لكن لا يصل. برونو يبدو يعني وحيدا في صناعة اللعب ولا يستلم الكرات بشكل كبير في المناطق في منطقة المناورة. هنا استلم الكرة برونو، برونو يحاول يبحث عن مثل هذه الكرات، والعرضية والرأسية خطرة كانت من سالم علي. برونو كنت تحدث عن هذا اللاعب لم يستلم كرات في مثل هذه في هذه الأماكن تحديدا، ويبحث عن هذه الأماكن لصناعة اللعب وكذلك حتى للتسديد في المباشر في المرمى. وفريق العروبة قادر الآن يعني على التسجيل. هنا برونو ريلان على التنفيذ، نعم، والعرضية والرأسية سالم علي كذلك. ممتاز هذا المدافع وقائد بمعنى الكلمة. هنا ماجد الخيبري إلى 17 إلى منصور المولد اللاعب رقم 70 يلعب في الطرف ويحاول اقتناص هدف ثاني فريق الشعلة مع المدرب نيكولاس اليوناني، المدرب الإغريقي الذي يقود فريق الشعلة للموسم الثاني. موسم أول يعني مع الفريق الشعلة ومع هذا المدرب، لم يكن يعني الشعلة في الموسم الماضي بشكل ممتاز. هنا منصور يحاول والدخول، لكن الدفاع الشعلة أنهى الموسم الماضي في الترتيب التاسع ب 51 نقطة، والشعلة الآن في الترتيب التاسع. لكن في البداية الدوري ما زلنا يعني هنا المحاولة هناك خطأ فيما يبدو، بطاقة خطأ للفريق العروبة. هناك اعتراض قوي من ماجد الخيبري يتحصل على البطاقة الصفراء. الحكم احتسب الخطأ، فلم الاعتراض؟ يعني الحكم كان ينظر وكان قريب. خطأ لفريق العروبة لموسى الشمري، وريلان برونو يبحث عن مثل هذه الكرات. الكرة كانت في الشوط الأول. ماذا صنع ريلان برونو؟ كان قد هز العارضة. هنا المرور كان من اللاعب رقم 47، نتحدث عن عبد المجيد عباس. كانت مطالبة بركلة جزاء لكن الكرة ذهبت إلى الحارس،
وريلان برونو في الشوط الأول كان قد سدد في العارضة تقريبا من هذا المكان في الجهة المقابلة في الملعب في المرمى الثاني، وريلان يبحث عن مثل هذه الكرات وغريبة، يعني الحكم عندما يحتسب مثل هذه الأخطاء يعني يحرك اللعب، يعني الوقوف وتضيع الوقت. يعني نشاهد الشوط الأول لاحتساب 5 دقائق وقت ضايع في الشوط الأول، ويعني ضاعت الدقائق يعني أو احتسبت هذه الدقائق في الخطأ الذي كان بمثل هذا الخطأ، والطرد الحاصل كان في الدقيقة 27 في الشوط الأول للحارس عبد الرحمن دغريري، والآن يتأخر يعني في تنفيذ هذا الخطأ وريلان برونو، والحديث الحكم مع حائط الصد، الحديث ما زال يعني التوجيه وهكذا. وعموما عامر دربال يتوثب المدرب التونسي مدرب حطين السابق في 2019 عندما أطل لأول مرة كان في درب حطين هناك في جازان في صامتة تحديدا. هنا ريلان برونو على التنفيذ البرازيلي عبد الله، أين يقف عبد الله في حائط الصد؟ هنا المحاولة والكرة إلى خارج أرضية الملعب، ريلان سدد في المكان الذي تواجد به عبد الله الذي يعني نزل رأسه ومن ثم سدد ريلان بهذه الطريقة. نعم نعم، لكن ذهبت وبعدت من الدفاع من دفاعات فريق الشعلة، والرأسية اصطدمت من فواز فلاتة، لم يتمكن فواز فلاتة من الكرة. هنا الدخول بكل قوة من سيلا ينقل الكرة البعيدة لعبد الله ليل، يؤمن إلى فريتاس فيليب، يعود بالكرة إلى فيصل أو إلى سلطان الغامدي، سلطان مرة أخرى إلى عبد الله. انفلات المباراة ربما يعني في الدقائق القادمة، خلاص يعني سوف تكون هجمات سريعة ومرتدة من هنا وهناك، هنا ضغط لفريق العروبة. كم الدقائق لم أشاهد بشكل ممتاز، يعني لم أنتبه للدقائق، الوقت بدل ضائع. هنا سلطان حذري من الأخطاء، هناك في الطرف اليسار، هنا إذن لموسى المتراجع، خلاص المباراة في الوقت بدل ضايع. لم أعلم كم الدقائق، لكن الأمور تسير حتى الآن للفريق الشعلاوي على رغم النقص. هنا ريلان يحاول يبحث عن مكان، هناك لمسة يد، نعم على نايف الحويطة، نايف دائما في الواجب الدفاعي مع سيلا داودا، هذا الثنائي الذي تحمل كثيرا في المباراة، مباراة الشعلة والعروبة، نايف الحويطان وسيلا داودا كحائط وكحاجز للدفاعات المحاور في مباراة اليوم، مباراة الشعلة والعروبة. قوة لدفاعات، هنا بطاقة أيضا لبكيتي كذلك للاعتراض وللتأخر، لتأخير اللعب لباكيتي. هنا الحكم يضبط حائط الصد، في كل مرة يأتي خطأ تتأخر التنفيذ. هنا الكرة من ريلان برونو، هذه خطرة، هذه أخطر من السابقة من ريلان. وعبدولاي أين يقف عبدولاي؟ والكرة وماجد هزازي كذلك يتواجد، وفيليب بريتاس، محاولة لاعب فريق العروبة في تشتيت لاعب فريق الشعلة. وهنا الخطأ، ريلان عبد الله أين يقف؟ هنا الكرة الملعوبة من ريلان برونو، وعامر دربال يتابع، ومحمد في الحراسة، والدوسري نعم يلتقط الكرة بكل روعة، حارس مرمى فريق الشعلة، الحارس وقلب الأسد في هذا اللقاء، يعني نزل بديلا لكنه كان واثقا وكان هادئا بشكل كبير في بين الخشبات الثلاث. هذا هو بديل عبد الرحمن دغريري، بل إن عبد الرحمن دغريري كان بديلا لمحمد سلطان الدوسري في الجولة الخامسة وما بعدها، يعني كان متواجد دغريري في القائمة الأساسية. اليوم أبعد باكيتي في المهارة في الهواية التي دائما يقوم بها هذا اللاعب، لاعب غينيا بيساو الذي يعني لديه لقاء في يوم الاثنين القادم مع المنتخب الغيني
غينيا بيساو مع المدرب بكيرو كاندي مدرب غينيا، وهذا اللاعب الذي سجل هدفين في مرمى المنتخب السودان في آخر لقاء كان قد انتصر على منتخب السودان 4-2، كان هو صاحب هدفين في ذلك اللقاء ولاعب مهم في خارطة فريق الشعلة. هنا ركلة زاوية، خالد الجبيع يتوثب للتنفيذ، الكرة تلعب كانت من بيكيتي وخالد الجبيع لمحاولة إبقاء الكرة في هذا المكان أكثر من اللازم. رمية جانبية للفريق الشعلاوي كانت من فواز فلاتة وماجد هزازي. هنا خالد الجبيع على التنفيذ يترك الكرة لماجد الخيبري، فيما يبدو الباك الأيسر لعبد المجيد عباس. عبد المجيد ينقل الكرة، اللاعب الذي كان قد بدأ مع الفئات السنية مع الفريق النصراوي عبد المجيد عباس، تواجد اليوم مع الفريق الشعلة. تلعب الكرة من عبد اللهي، عبد اللهي خلاص الوقت يمضي للمباراة. حتى الآن الشعلة يقبض على 3 نقاط وأصعب مواجهة تعتبر على الفريق الشعلاوي، يعني ضغط رهيب من الفريق العروبة، لكن تألق الحارس. هنا الانطلاقة، نعم والانطلاقة والهدف الثاني، لكن الغامدي، الغامدي في المكان الصحيح. منصور المولد سدد الكرة بسرعة، سدد الكرة بسرعة منصور المولد، والحارس كان في المكان الصحيح. هنا المحاولة وسيلة داودا، شيل داودا يبعد الكرة ويشيل الكرة بشكل ممتاز سيلة داودا. هنا منصور المولد أمام فواز فلاتة، لكن لعب الكرة بسرعة وبهذه الطريقة. خالد الجبيع، نعم خالد الجبيع هو من أضاع هذه الفرصة. هنا المحاولة والرأسية من فريتاس، الحارس محمد سلطان في المكان الصحيح. اختيارات هذا الحارس دائما صحيحة في هذه المباراة، ما شاء الله حارس رائع حارس الشعلاوي. وهنا الاحتفالية لهذا المدرج، مدرج الشعلة، المدرج الكبير في على مستوى هذا الدوري والمدرج الرائع، ينتظر فقط نغمة نهاية المباراة ليحتفل بالفوز وبال3 نقاط ويصل للنقطة 15 بكيتي في الهواية المعتادة لهذا اللاعب. يذهب بالكرة ويحاول يعني تعطيل الكرة، يحاول يبحث عن أي ثغرة. عموما تذهب إلى سلطان الغامدي الحارس، ينقل الكرة في الطرف اليسار لأشرف. أشرف هناك ضغط من لاعبي فريق الشعلة، ريلان يتقدم، ريلان برونو ينقل الكرة بسرعة إلى الهجوم. هنا المحاولة والدفاع، والدفاع عبد الله الدوسري منقولة أيضا من سالم علي، الكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية للفريق العروبة، سعيد الدوسري سوف يلعب الكرة بسرعة أكيد يعني إلى ريلان، محاولة التقدم لكن مقطوعة بشكل ممتاز من الدفاع. الكرة كانت من سيلة داودا، وهنا صافرة نهاية المباراة، صافرة محمد العمري الذي أطلق الصافرة، وبالتالي 3 نقاط كانت مستحقة للفريق الشعلاوي. ألف مبروك لفريق الشعلة ولأبناء الخرج، هذه النتيجة الرائعة بهدف، كانت بهدف ورأسية.